بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهم يا كريم، وصل عليهم أجمعين. السلام عليك يا مولاي يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك وعلى بضعتك فاطمة، على أخيك وابن عمك أمير المؤمنين، وعلى ولديك الحسن والحسين، وعلى التسعة المعصومين من ذرية الحسين. اللهم ارزقنا أنوار مولانا صاحب الزمان في مجلسنا هذا يا الله، يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني المدد والتسديد، يا مولاي يا باب الحوائج، يا موسى بن جعفر يا باب الحوائج، يا أبا الفضل العباس. بداية مجلسي مختلفة، فهي تنطلق من خريبة الشام على لسان الحوراء زينب. أواه من أبكي بليل الخربة، أواه من أبكي بليل الخربة، حسنا حسينا أم مصاب الطفلة، قد صار للآلام قلبي كعبة، فرأت به الآلام أصبر كعبتي. دخلت إلى مجلس يزيد، رأيت ما جرى في كربلاء، لكن ما قلبك يا زينب؟ تقول لم تنسن الأرزاء رزء المجتبى، كلا ولم ترق عليه دمعتي، سبط النبي شبيهه ووريثه بشمائل ومحاسن وبهيبة، وهو السويدى من فؤاد المرتضى، وهو الشغاف لقلب أم البضعة. لم يكف ما قاساه من شتم ومن طعن، فغودر في مكيدة جعدتي. إيش سوت؟ دست إليه سمها فتفطرت كبد السماء بلوعة وبعولة،
إذا عندك صرخة في الطشت أمسى قاذفا أحشاءه أيوا إماما متورما متقلبا في محنتي ولنعشه سبعين سهما سددات فبكت عليه دما عيون السبعة عني مضى لكن بقيت كدرة بين الحسين وبين باقي إخوتي يا ضيعتي زينب تقول يا ضيعتي فاليوم عني كلهم رحلوا وصرت وحيدة في غربتي بعد الخبا صفدت في قيد السبا ووقفت أنظر للمصاب بدهشتي رأس الحسين يزيد هشم ثغره بالخيزران وهو دام الجبهة ماتت عليه رقية في حزنها وأنا بقيت لكي أموت بحسرتي أبوا إلا أن يدسوا لي ما من السم النقيع تقول الرواية كان إمامنا صائما في مثل هذه الأيام في يوم شديد الحرارة رجع إلى الدار وهو عطشان وإذا باللعينة جعدا قدمت له ذلك السم ما إن تجرعه الإمام حتى تقطعت أحشاؤه وتغيرت ألوانه وتبدلت أحواله على رواية أن إمامنا بقي 40 يوما يقاسي آلام السموم المعزات يا فاطمة سلام الله عليها يلا واللي حافظ لقضاء الحاجة يلا نعزي فاطمة نوحي على الأولاد يا زغر الحزينة في كربلاء واحد واحد بالمدينة بعد نوحي على الأولاد يا زهر الحزينة في كربلاء واحد واحد بالمدينة ما قصرت في البكاء على الذي قتل في كربلاء من ليلة استقبال محرم إلى نهاية محرم وصفر بعضكم كل يوم عند مأتم على الحسين ما قصرت جزاكم الله ألف الخير لكن الحسن مظلوم قليل من يبكي عليه مقصرين يا زهراء كأني بها تنادي الشيعة وين اللي يندب المسموم وعلم صابه يصب دمعه ويحضر مجلسه مفجوع ويون لولدي وينعى يكسر الخاطر مجلس الحسن وين اللي يساعدني على مصاب ابني المسموم إذا سالت دمعة على خدك قول يا فاطمة هذه الدمعة ميثاق الوفاء والولاء وين اللي ساعدني على مصاب ابني المسموم بسواده يحضر المجلس وينادي آه يا مظلوم ويساعدني بدمع عينه ويواسي قلبي المهموم ولدي كبده وذروها
وزينب حايرة ودعا وين انت يا مولاتي؟ قالت ما بين البقيع اليوم وما بين النصب ما تم افتر والله يا شيعة ودمع عيني يصب من دم. شنو تريدين من الشيعة بهالليلة؟ قالت ونوا على ابني وساعدوني وبالمجلس بجو قابلوني بيه الأعادي مرمروني. الله يساعد قلبك يا مولاتي. كأني بها تنظر إلى ولدها وهو يتألم من حرارة السموم في مثل هذه الليلة. قلب أم يروح يزور ولاده شي يقول؟ يا ولدي يا يما يا مسموم يا ولدي يا يما يا مسموم أنا أمك الزهراء قلبي اشتعل جمرة وبضلعي وبكسرة جيتك يا روح الروح يا ولدي. شلون شفتينا فاطمة انت الناعية؟ قالت ممدود يا يما وكبدك نزف دما حاجيني لو كلمة مغمض يا ويلي العين يا ولدي. يدخل الحسين على أخيه واليوم زوار ندخل ويا كل زايرها. يدخل الحسين على أخيه شي يقول له؟ يقول لأخويا قل لي الحسن شنه اللي ماضيك خويا وانا بروحي يا ضيعين داويك خويا خافي صوتك وانا حاجيك خويا جاوب قلبي وطمني عليك. لا جواب. الحسن مغشى عليه يا أبا عبد الله وإذا به يتقرب إليه يقول له قلت علي قوم يا خويا إليا رد علي الخاطر الزهرة الزكية. حلفت بغالي يا أبو علي رد علي عوف يا خويا المنية. الحسن ما تحمل يسمع طار يمه. لحظات لحظات أفاق الحسن فتح عينه وإذا بالحسين يتذكر عند ذكريات ويا الحسن عند مواقف ويا الحسن. وأريد أقرأها لك بهذا الطور. يقول أخويا أنا وياك يا ابن أمي بلبن واحد تغذينا وبيت الزهرة والكرار يا ابن أمي تربينا أنا وياك يا ابن أمي انفجعنا بموتة المختار وعشنا محنة الزهراء يوم حرقا وباب الدار. شلون من ذكريات عندك أبو علي؟ يقولوا شفنا حيل
بدر الكرار يوم القادو من الدار. يلا إذا تتحمل وشفنا ضلاع متكسرة يوم العصرة والزهرة. تتذكر أبو محمد تذكر يا حسن يا خوي يوم اطلعت وياك نتبعها رد لها العبد بالصوت وعلى الأضلاع رض رضها يا خوي الزهرة ذوها يا خوي بصاب ضربوها يا خوي الدار حرقوها واحنا صغار يا ابن امي وما عدنا اللي حامينا. شنو بعد عندك مواقف ابو علي؟ قالوا بالمحراب ابويا انصاب ابونا تخضب بدمه وعشنا محنة وهمة مصايب يا الحسن يا خوي شيب الراس طاريها. لحظة إذ نادى الحسن أخي ناولني الطشت أسرع الحسين ناوله الطشت ما إن تناوله الحسن حتى صار يقذف أحشاء. الحسين لما راك بدا الحسن نادى وحسنا وأخاه وسنادا. تقول الرواية سقط الحسن مغشا عليه وما أفاق إلا والحسين دموعه تخران عليه. قام بإيده يمسح دموع الحسين قال أخي تبكي علي؟ لا تبكي يا أبا عبد الله فقاتلي رجل واحد لكن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. هيجت حزني يا غريب الغاضرية بطل ونينك لا تون خويا عليا. هيجت حزني بالبكي والناح يا حسين تبكي على مصابي واشوف الدمع صابين. بطل ونينك لا تون يا قرة العين ما مثل يومك يوم يا روح الزكية. كني اشوفك والقلب يا حسين ممرود تقعد على قبري وتهل دمعك بالخدود وتصيح يا مسموم انا بهاليوم مطرود من وطن جدي وطلعتي غصبا عليا. تبكي يا ابو السجاد وانت مصابك عظام يوم اللي ذي جبدك من النبل يتثلم. هذا الفراق ونلتقي عاشر محرام يوم اللي ذي توقع على حر الوطية. راح اجيك يا ابو علي يمنك بجي يا حسين من توقع على القاع بفدي لك اضلاعي قبل تكسر لك ضلاع. جروحك بضمدها يا خويا بوقت الانزاع من قبل ما يصعد على صدرك دعي.
يشوفك عالثرى مطروح عطشان والكبد منك ملتهب يا حسين نيران وسنان يفري كبدتك يا حيف بسنان وتلتف على جسمك يا خويا عوان وميه يلا إذا عندك عذرة ويمن الشريعة طيحتك والله شديدة ويدور يم جسمك عدو والله بعبيدة هذا بسيفة يطعنك وذاك بحديدة هذا بسيفة يطعنك وذاك بحديدة وذاك بخشب يضرب على الجثة الرمية وأعظم مصيبة يا خليفة حامي الجار لمن يسلبونك يا ابو السجاد الأشرار وجسمك يظل عاري بعد أهلي بالأوعار وينطحن صدرك بالحوافر لعوجي وبينما هما يتحدثان وإذا بالباب تطرق صاح الحسين إن الحسن ثقل حاله من بالباب وإذا بصوت ضعيف يلا استقبلوها بس كنت استقبلها بدمعة أمس أول أمس استقبلوها بالطبول في الشام اليوم كون أنت تستقبلها بدمعة ما زالت عزيزة الحسن موجود الحسين موجود يلا قول لها يلا من واقف على الباب قالت أنا الفاجدة أمي وبي وأنا الجاية تعافى لخير وإذا الحسن يقول يا حسين شيلوا الطشت عني خواتك يا ابو السجاد جني دخلت زينب لكن بيا حال وإذا بالحسن ممدد أصفر لونه والحسين بيده طشت محتار بي وين يروح جات زينب والمدامع سايلة تشوف أخوها وعن أحواله تسايلة يا حمدين وكبير العائلة خويا عن حالك جواب عطيني يا بعد روحي وحياتي وكلها لي يا الكبير انت يا شمعة منزلي والإمامة نوح يا ريحة هلي خويا لتون ونتك تاذيني خويا خفف ونتك لا تنوح ليش يا زينب قالت لمو علشاني حسين يشهق ما بقت بحسين روح يا ابو محمد قل لي بعدك وين اروح يا خليصي وروحي وصبي عيني ابو محمد ابو محمد عندي سؤال عندي نشدة ورادتي منك جواب اسمعني ارجوك اسمعني راح ابجيك عندي نشدة ورادتي منك جواب اش هالأثر هاللي بشفاتك قلبي ذا توا متقية كبده تقول للونك اصفر ما تقلش هالمصاب اليا مصيبة ونايبة مخلين اش اللي خفيتوه بس خبروني صار يمنعها علا تشوف الطشت خايف عليها ابو علي واذا انكشف صارت تنظر الى دماء وكبد مقطعة صرخت وانت وياها صرخت وحسنا
وتوجهت توجهت صاحت يما يما يا يما يا يما راح تشكين يا زينب. قالت يا زهرة من القبر قومي وتعالي والله تعالي تعالي على فراشي ونشوفي الغالي يا يما تصدع من الحزن حالي واشوف النخل مغرب العين وراحت تركض لاخوها وخرت على جسم الحسن والدمع يجري صاحت عجل هاليوم بتفارق يا بدري قلها يا زينب على مصابي عاد صبري مكتوب يا اختي لازم تشوفين طشتم هطشتها اللي قبالك تنظرينه والثاني يوم اللي المجالس تدخلينه خفت الشماتة وراس خيج ناصبين نوب العصا فوقك ونوب على حسين ثقل حال الإمام صار يوصي بوصاياه الأخيرة أخي حسين إذا مت فغسلني وكفلني ومر بي على قبر جدي رسول الله أتزود منه يا أبا عبد الله الوصايا الأخيرة تعال أبا عبد الله تعالي زينب أبو فاضل تعال أبو فاضل تعال عندي وياك حجي ضم العزيز قبلا قلا ودمعا يهملا لمن نزلت بكربلا يلا هيا روحك هيا روحك اسمعني 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 راح ابجيك ضم العزيز قبلا قلا ودمعا يهملا لمن نزلت بكربلا أقول قال لا تدري بخيتنا مدللا تدري يا خويا مخدرا خوفي تروحي ميسرا خاف ناسي هذه أمانة حيدرا ما حد خدرها يوصل أبو فاضل لتروح صوب المشرعة اللي ما بك ليلة السابع الليلة أقرأ لك لتروح صوب المشرعة ليش قال تنظر جفوف مقطعة عين البطل اللي مطلعة وسهم الردى من حرملة لا تشوف شيال العلم ناشب وساط عين السهام والراس بعمود هشام هذا كفيل العائلة يلا اسمعني اسمعني اتوقع الان مستعد الى الصرخة من اصراخ يلا ابو محمد قولي الوصية قال ابو فاضل لا ينهتك من هالخدور لا ينسلب من هالستور لا تنضرب لا تنسور هذه أمانة حيدرة
هنيالك هنيالك على هالدمعة. العين اللي ما تبكي حجر مو عين. يلا أذيتك أذيتك بس اسمع هذا البيت. صدقني راح تبكي مو بكيفك، بس شوية شوية راح أقرأ على قلبك. قول الوصية أبو محمد. قال لا تركبي الناقة غصوب، لا تنحبي ولا تنضرب، لا تمسي في ولية غروب، خويا الظهر لمهزله، خويا الظهر لمهزله. أبو علي وصية أخيرة، وصية أخيرة. اسمعني يا ضوانا، رايح يا خويا أنا. أريدك تعطي حق ليلة الثامن الليلة. اسمعني يا ضوانا، رايح يا خويا أنا. اقرأ وياي. الجاسم لك أمانة، وهذه لي وصية، وهذه لي وصية. لحظات وداع نياحة، وبانت علامات الموت على الحسن. قام الحسين أسرع، أخذ برأس الحسن ووضع في حجرة. الحسن رفع رأسه من حجر الحسين. تعرف شنو أريد أقول؟ خل راسي اخويا حسين احلفك بامك الزهرة، يقل ليش يا ابن امي وهلت منهم العبرة. نادى الحسن خويا حسين ونار بشبد مستعرة. يلا مستعد. ياهو لراسك شيلان، لو اني طيح عالغبرة ينشال برمح يا حيف، ينشال برمح يا حيف. راسك يا عضيد حسين، عظم الله جوركم إلى أن عرق الجبين سكن أنينه، مد يديه ورجله، أغمض عينه، قف على رجلك، أطبق فاه وإمامه وحسناه وفاضت روحه. وإذا بالحسين ينظر إلى زينب، قالت لا أشوف أخويا هدأ وأنينه. قال راح أخونا، راح أخونا. سيما يرجع الراح، راح اخونا وادعي من بعد الافراح. راح اخونا حق قلبك على الحزن. واذا بالحسين يقول لابو فاضل قوم شيل وياي الحسن. فلما وضعه على المغتسل، هنا مصيبة أريدك تصرخ عليها. فلما وضعه على المغتسل
كشف عنه الرداء وإذا به يرى شيء، هذا الشيء ينبئك عن حرارة السم. ما كشف الرداء إلا وجسد الحسن لونه أخضر. الحسين اسمعني اسمعني اسمعني، الحسين قام يغسل الحسن، قال لأبو فاضل روح جيب الجفن. أبو فاضل راح جاب الجفن ودمعته بخده، يقول لأبو علي شو هذا آخر كفن بالصندوق؟ شفنت كان يا الحسن باخر الأجفان. خلصت الأكفان بعد، خلاص ما ظل كفن، واحد لرسول الله، واحد للزهرة، واحد العلي، وهذا الأخير بعد ماكو. هل شفن آخر شفن من أربع أجفان، بيه وصاني على جدي العدنان، وعني لا تسأل وانا الراح اقضي عطشان، بكربلة مرمي ثلاث ايام عريان. الاخو بس لو رحل، ان شاء الله ما بيننا فاقد اخوه، الأخو بس لو رحل يكسر أخي، شلون شفتك وانت وافت كل منية، عينك اطبق واسبل يدينك بدية، يا عضيدي يا الحسن تصعب علي، مديتك على المغتسل بجاري العادة، اسم الله على طولك يا الأخ الفارق أولاده. خلص خلص، قام يحكي ويا أخوه، ما أدري شايفين بالمغتسل هذا المنظر لولا آخر حكاية من أخو الأخوه، قام يقول هالكلمة بس شوي اعذرني قاسية، يقول لأنت أخويا حزام ظهري صعب ظل بلا أخو، شلون عشرة تعاشرين يعوض مكانك منو؟ المصيبة لما غسلوا الحسن وكفنوا حملوا نعشه ومروا به على قبر رسول الله، فرميت الجنازة بالسهام وتنشب في جسد الحسن 70 نبلة، فصرخت زينب قالت حسين ريض يا بوسك بجنازة حلو الأطباء، وعرج بتابوته على مكسورة الأرض، شيله وياي، خلى على الروضة وخلنا نجدد وداع، وقف يا خويا ذابت قلوب النساوي، عرج على قبر البتول ابن عشبنها، وقبره يا خويا لا تحف ربعيد عنها. ارجعوا جنازة الحسن لكن بالسهام والنبال
وانتزع الحسين من جنازة الحسن 70 نبلة 70 نبلة وكلما شوية تعذرني وكلما نزع الحسين سهما نظر إلى أبي الفاضل كل ما نزع سهم نظر بابو فاضل كل ما نزع سهم قام يشوف أبو فاضل الله أكبر ليش تبكي يا أبو علي قال مو بس سهم واحد شالها 70 وللعباس دار وصاح صيح حسين يا ابو فاضل اذا جاك السهم بالعين شلون بتنزع وانت بلا شفين قال العباس انا عندي حسره يلا وين نختم المجلس قال يا اخويا حسين بس انت اعز امرك لو جاك المثلث في وسط صدرك تحاول تنزعه وتشيله من ظهرك واذا شلته بتوقع من سرج مهرك وين الختام وين ختام مجلسنا شوي اسمعني شوي اسمعني شيعتي اسمعني 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 صدقني راح تبكي شيعتي ما ان قصدتم للمراقد فاذكروني أو رأيتم قبة بين المنارات اندبوني مو قلت لك سلام الله على قلبك إمامي الحسن سلام الله على قلبك إمامي الحسن سلام الله على قلبك إمامي الحسن سلام الله على قلبك إمامي بالسموم انصاب جبده والوجه كله شحوب سلام الله على قلبك إمامي الحسن والجسد أخضر أولي حتى أعضاء تذوب سلام الله على قلبك إمامي بالسموم انصاب جبده والوجه كله شحوب سلام الله على قلبك إمام يلا صوتك والجسد أخضر أولي حتى أعضاء تلوب سلام الله على قلبك سلام الله على قلبك إمامي الحسن سلام الله على قلبك إمام يلا يلا سلام الله على قلبك إمامي بالسموم انصاب جبده والوجه كله شحوب سلام الله على قلبك إمامي والجسد أخضر أولي حتى أعضاء تذوب سلام الله على قلبك إمامي الحسن صار من سم ينازع والقلب منه لهوب سلام الله على قلبك إمامي وين صوتك؟ والدمى في طشت يجري يقذف الكبد ويلوب سلام الله على قلبك
هذه يا شيعة فجيعة مات أبو محمد وراح سلام الله على قلبك إمام. ها سممونا ذوبونا من ظلامات وجراح سلام الله على قلبك إمام. ها غربت عيني يا خي قومي نظري للعضيد سلام الله على قلبك إمام. ها غربت عيني يا خي قومي نظري للعضيد يرشح بما يجبين ولي والصفرة تزيد مدد الرجلين وسفه النبي موت العميد فارقت هالروح جسمه واصبح الغالي فقيد سلام الله على قلبك إمامي الحسن سلام الله على قلبك إمامي الحسن سلام الله على قلبك إمامي الحسن. هالليلة جينا بدمعة ننخاك هالليلة جينا بدمعة ننخاك هالليلة جينا بدمعة ننخاك هالليلة جينا أعلى هالليلة جينا بدمعة ننخاك الله لا يحرمك إن شاء الله. هي هالليلة جينا بدمعة ننخاك هالليلة جينا الله هالليلة جينا دمعة ننخاك وين صوت الله عليك نقسم بالزكية عدنا حوايج هالمسية عليك نقسم بالزكية عدنا حوايج هالمسية بحق اللي قادوها سبية الليلة جينا بدمعة ننخاك الليلة جينا دمعة ننخاك الليلة جينا يلا يلا الليلة جينا دمعة ننخاك اوجع ها ما خاب من جاك وتوسل يمك لفه ودموعه اهمل ما خاب من جاك وتوسل يمك لفه ودموعه اهمل الله الفرج يم بابك انزل الله الفرج يم بابك انزل الليلة جينا بدمعة ننخاك الليلة جينا بدمعة ننخاك الليلة جينا للمرضى الذين سئلنا الدعاء لهم هالليلة جينا دمعة ننخاك تحنن يا ابو محمد علينا تحنن يا ابو محمد علينا ينبابك ونطرق بيدينا ينبابك ونطرق بيدينا تحنن يا ابو محمد علينا ينبابك ونطرق بيدينا ينبابك ونطرق بيدينا جيناك والصرخة بجينا الليلة جين دمعة ننخاك الليلة جين دمعة ننخاك الليلة جينا بدمعة ننخاك الليلة جينا بدمعة ننخاك ناس بحزن ضايق حكيهم ناس بحزن ضايق حكيهم وناس بمرض ارحم بجيهم وناس بمرض ارحم بجيهم متشفك وامسح عليهم متشفك وامسح عليهم متشفك وامسح عليهم الليلة جينا بدمعة ننخاك الليلة جينا بدمعة ننخاك الليلة جينا يلا يلا صوتك الليلة جينا بدمعة ننخاك الله كل طالب الذرية عطهم كل طالب الذرية عطهم وانت الحسن لا ما تردهم وانت الحسن لا ما تردهم من غيرك ويلفو عدهم من غيرك ويلفو عدهم الليلة جينا بدمعة ننخاك الليلة جينا بدمعة ننخاك هيئ لي قلبك ايه الليلة جيت دمعة ننخاك اريدك توجع على صدرك اه الليلة جينا بدمعة ننخاك تدري ليش بجاه من كسرة وضلعها بجاه من كسرة وضلعها وبخدها جف اللي صفعها
وبخدها جف اللي صفعها بجاه من كسرة وضلعها بجاه من كسرة وضلعها وبخدها جف اللي صفعها وبخدها جف اللي صفعها بصرخة علي وحسرة دمعها بصرخة علي وحسرة دمعها الليلة جينا بدمعة ننخاك الليلة جينا بدمعة ننخاك اسمع اللي وراه الليلة جينا بدمعة ننخاك ما أدري على شنو راح تلقم الحين الليلة جينا بدمعة ننخاك وحق اللي سووها شماتة وحق اللي سووها شماتة وراس برمح يما بناته وراس برمح يما بناته وش كثر ذلوهم خواته وش كثر ذلوهم خواته إلا لجينا بدمعة ننخاك سيدي أقدم هذا البيت توسلا استريح أقدم هذا البيت توسلا يا مولاي وعدنا مرضى وعدنا أصحاب حوائج وعدنا من يشكروك في هذه الليلة لقضاء حوائجهم طفل مريض اسمه أمير لا تنسوه من دعائكم يلا مولاي أنا ما أدري شلون راح أقراها بس صدقني بقلبي يا أبا محمد تقول يا أخوي يا أخوي تقول أنا مو عادتي طبت الديوان أنا مو عادتي طبت الديوان ولا كلمت يا حسين عدوان غالي هالدموع يا أبو محمد غالي يوم اللي ربطها زين العابدين بذلك الحبل تقول بس هاي ما كانت على البال الله أكبر بس هاي ما كانت ما كانت على البال ها تصرخ أطب المجلس وبزنود الحبال نادت أخوها أبو فاضل نادت أخوها أبو فاضل تدري ايش قالت له تقول له تدري أخويا يا عباس تدري خويا يا عباس شنه المرا يكسرها لما تكون بين رجال وكل من خويا ينظرها هنيئا لكم هذه الدموع هنيئا لكم هذه العبرات مو من الدنيا هالمجلس إلهي بمحمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا شافي مرضانا لا سيما من عقدنا لهم هذا المجلس المبارك إخواني الحاضرين لهذا المجلس كل من يحضر معنا اللهم اقض حوائجهم فردا فردا يا كريم اللهم بلغنا زيارة الحسن وبلغنا زيارة الحسين وارزقنا خدمة الحسن وارزقنا خدمة الحسين
وارزقنا شفاعة الحسن وارزقنا شفاعة الحسين. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم أبدا يا كريم. اللهم واجعلنا من الذاكرين لسيدي ومولاي الحسن، ولا تجعلنا من المغفلين لذكره يا رب العالمين. نقرأ الآية الشريفة بنية الشفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا الله يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلوات.